هل تعلم ماذا يعني وجود نصف قمر صغير على أظافرك؟ فإذا لم تظهر هذه العلامة على أظافرك فاركض بسرعة إلى الطبيب، فقد يكون الأمر خطيرا جدا، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ إخواني الكرام، المرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو واتركوا تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل هذا الفيديو، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله. نبدأ على بركة الله. إخواني الكرام، معظم الناس لديهم شكل صغير أبيض على شكل نصف قمر في قاعدة كل ظفر، يطلق عليه اسم هلال الظفر، وبعض الأشخاص لا يمكنهم رؤية هذا الهلال لديهم، فعلى ماذا يدل هذا؟ نظرا لأن هلال الظفر يتكون من أحدث جزء نام من الظفر، فقد يوفر أدلة حول صحة الشخص، ومع ذلك فإن عدم وجوده لا يشير دائما إلى مشكلة صحية خطيرة، ولكن من الأفضل مناقشة الأمر مع الطبيب. وفي المقابل فإن اختفاء هلال الظفر أو تراجع وضوحه قد يشير إلى الحالات التالية: أولا، سوء التغذية نتيجة الحمية القاسية أو الجوع. ثانيا، وجود مشكلة تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية. ثالثا، البهاق وهو حالة جلدية مزمنة تؤدي إلى فقدان الجلد للون، ويحدث هذا عندما يهاجم الجسم الخلايا الصبغية وهي خلايا الجلد التي تعطي البشرة لونها. رابعا، فقر الدم، ويحدث ذلك عندما لا تعمل خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح، أو عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هذه الخلايا، وهذا يؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يمكن أن يؤدي إلى شحوب، مما يجعل هلال الظفر غير مرئي. خامسا، أمراض القلب والرئة، إذ قد يتحول لون هلال الظفر إلى لون أحمر عند الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من أمراض القلب والرئة. سادسا، تليف الكبد، وهو حالة مزمنة تسبب ندوبا وتلفا في الكبد مما يؤثر على وظائف الكبد، وقد يتحول لون هلال الظفر لدى مرضى تليف الكبد إلى الأحمر ولون الأظافر إلى الأبيض، مما يصعب رؤية هلال الظفر. متى نزور الطبيب؟ ينصح بزيارة الطبيب عند حدوث أي تغير في هلال الظفر أو الأظافر، ومع ذلك يجب التأكيد أن بعض الأشخاص قد يكون طبيعيا عدم ظهور هلال الظفر لديهم دون أن يعني ذلك إصابتهم بالمرض، ولكن يستحسن في جميع الأحوال مراجعة الطبيب للإطمئنان. فينبغي عليك تحديد موعدا مع طبيبك إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية إلى جانب عدم وجود هلال الظفر أو تغير لونه: أولا، الإحساس بالدوار. ثانيا، رغبة شديدة في أكل أشياء غير عادية مثل الأوساخ أو الطين. ثالثا، الشعور بالإعياء. رابعا، فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة لديك. وخامسا، زيادة كبيرة في الوزن أو فقدانه. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تخرج من هذا الفيديو قبل أن تضع بصمتك بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تبخل أخي الكريم بمشاركة هذا الفيديو في صفحتك أو في مجموعاتك أو مع أصدقائك كي تعم الفائدة، ولا تنسى أن الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.